شادي سامح، اخبارك؟ سامح موجود هين؟ سامح فرجينا حالك، احكي شي. فيصل، تعال نشوف شو فيصل بحكي. انا عندي محل لبيع الشالات قماش وحابب البيع اونلاين، تنصحني ابيع على الايبو ولا مواقع خاص بي؟ انا ناوي اسجل دورة اونلاين معاكم، وانا رسالتكم ناقص اعمل البيبل للدفع، وشكرا كثير. شكرا فيصل. طبعا فيصل، انا بنصحك انك تبلش على موقع الايبو مش على موقع خاص. ليش؟ انك تبني موقع خاص هو مكلف جدا، انك تبلش على موقع اي بتبيع موقع اي بي سهل جدا، بسهولة جدا، وكمان بدون اي تكلفة. كمان موقع خاص رح يكون مكلف لإلك بالنسبة لتبني الموقع، كمان مكلف، وكمان كثير وقت رح يكون، كثير وقت لتبني الموقع، فهناك كمان مكلف من ناحية تسويق الموقع. اذا هذا الموقع خاص مكلف من ناحية تسويق الموقع، مكلف من ناحية الوقت انك تبني الموقع وتعرف المنتجات اللي فيه، راح ياخذ منك كثير وقت. اما من ناحية ثانية الاي بي بتقدر تبلش تبيع فيه اول ما تسجل في الموقع، طوال بتقدر في الحال يعني تقدر تبيع في الموقع وبسهولة جدا، طبعا اذا بتتعلم المجال بطريقة صح. مجال بيع الشالات القماش في كثير جاليات عربية اللي موجودة بأمريكا، موجودة بكندا، موجودة بأوروبا، اللي بترغب هذا المجال، وكمان مش متوفر عندها بكثرة، ممكن اللي بترغب هذا المجال وراح تشتري، فهو مجال مطلوب. من تجربة بحكي فيه، لأن تعاملت مع عدة تجار قماش أو ملابس كمان اللي ببيعوا هذول المنتجات. فبنصحك انك تبلش تبيع في موقع الايباي زي ما قلت لك، لانه سهل جدا والعملية سريعة جدا لتبلش تبيع. هيك انا جيت للتعليق الاخير. طيب اذا في اي تعليقات اخرى، اي اسئلة اخرى، بتقدروا تسألوني. بدي احكي عن موضوع اللي واجه بإحدى الطلاب الاكاديمية قبل فترة، اللي هو بخصوص الداتا سيكيورتي. انتبهوا، انا بالدورة شرحت عن الايميلات اللي بتجينا خلال شغلنا. زي ما انتم عارفين، لما نسجل في موقع الايباي على بريدنا الالكتروني الخاص اللي عرفناه في موقع الايباي، راح يجي كثير ايميلات. يعني تخيلوا كل منتج بنشتريه من الايباي راح يجينا ايميل، كل منتج شاريناه وراح ينشحن، يعني التاجر عرف انه انشحن المنتج، راح يجينا ايميل انه انشحن المنتج. كل ما بيعه بتحصل راح يجينا ايميل انه انباع من الاي بي ومن الباي بال. راح يجينا عدة حملات يومية من الاي بي، فراح يجينا كمية كبيرة جدا من الاي بي. فعشان هيك الهاكرم او القراصنة الالكترونية راح تستغل هذا الموضوع، وكمان راح تبعث لنا رسائل قرصنة اللي فيها راح يخترقوا الحاسوب. وعلى ما اعتقد اغلب الاحتمالات انه الشخص اللي كان بالدورة وحسابه صار في مشاكل، اللي صار في اختراق بالحساب، اغلب الاحتمالات انه فات على احدى هاي الايميلات وكبس على الرابط اللي مبين في هذا الايميل. فدائما انتبهوا بخصوص الايميلات اللي بتجيكم على البريد الالكتروني. كمان في فيديو في الدورة اللي بشرح فيه كيف تتعرفوا على ايميل لهاكر، لشخص اللي ناوي يخترق حسابكم، لبين ايميل رسمي من موقع الايباي او من موقع بيبل او من اي شركة ثانية. فانتبهوا لهذا الموضوع، مهم جدا. الطالب اللي صار فيه معاه المشكلة بالاخر تغلب عليها، بس هسه بده كل الشغل اللي اشتغله بده يبدأ من الصفر، لانه الايباي لما يشوف انه في اختراق لحساب معين بسكر الحساب، بنزل كل المنتجات وبخليه يبدأ من الصفر من المرحلة الاولى. فانتبهوا لهي الاشياء، هاي اشياء مهمة جدا. اي رابط اللي بتشوفوا شاكين فيه، في عندكم اي شك معين انه هذا الرابط ما فيش فيه اي امان، طوالي ما تفوتوش على هذا الرابط، بتقدروا تتواصلوا مع موقع الايباي. كمان بدي اقول لكم شغله مهمه جدا،
الايباي لما تفوتوا على بريدكم الالكتروني وتشوفوا ايميل من الايباي، اتاكدوا كمان انه موجود في الماي ايباي مسجز، لانه الايباي كل رساله بيبعث لكم اياها على بريدكم الالكتروني كمان بيبعثها في الماي مسجز، في الماي ايباي ماي مسجز هناك كمان راح يبين. فدائما اتاكدوا اذا شفتوا بالايباي رساله معينه خاصه للايباي كمان تاكدوا انها موجوده بالمسجز. إيه كمان بالبيبل اذا في اي اشعار معين او اي تغيير معين البيبل بيعمل وبعث لكم اياه على الايميل، كمان ببين عندكم في النوتيفيكيشنز في الجرس الاشعارات اللي موجود في البيبل كمان راح يبين هناك. ودائما انتبهوا انه المواقع هذول من بتبعث الرسائل بساحتها الخاصه بموقعها الخاص وكمان عبريتكم الالكتروني. تعال نشوف تعليقات ثانية. رياض مرحبا، كديش لازم يكون عندي ردود فعل إيجابية لفتح المتجر، أو كم لازم يكون الحدود لفتح المتجر أو حزمة تنصح للمبتدئين بخصوص الفيدباك أو الردود الإيجابية البوزيتيف فيدباك؟ أنا بنصح يكون على الأقل بين 50-100 فيدباك للمبتدئين. لو تتعلموا عن الفيدباك، طبعا المشتركين بالدورات هم بيعرفوا أهمية الفيدباك، فالفيدباك مهم جدا. والمشترين لما يشوفوا انه كمية الفيدباك لتاجر معين قليل جدا، اغلب الاحتمالات مش راح يشتروا منكم. فلازم يكون عندكم فيدباك. انا بنصحكم انكم تشتروا منتجات وتحصلوا على ردود إيجابية كمشترين، يعني الفيدباك اللي أخذتوه اللي حصلتوا عليه هو فيدباك كمشتري، ولكن مش كثير مشترين بيعرفوا يفرقوا بين فيدباك مشتري وفيدباك تاجر. فبنصحك تشتري منتجات لترفع عدد الردود الإيجابية لحسابك. بتمنى أنك استفدت رياض، وأهلا وسهلا بك في صفحة الأكاديمية. ياسر بيسأل كيفية الحصول على حساب برايم ستودنت، هل بتنصح به؟ ياسر أنا بنصحك ببرايم ستودنت، مش كمان بنصحك، أنا بجبرك إنك يكون عندك حساب برايم ستودنت. إذا بدك تعمل دروب شيبينج من أمازون لإيباي لازم يكون عندك برايم ستودنت. إذا فيش عندك برايم ستودنت أنت راح تدفع أسعار شحن عالية جداً، كمان أوقات الشحن راح تكون طويلة. كيف ممكن تحصل على برايم ستودنت؟ ممكن تتواصل معنا بصفحة الأكاديمية بكرة، خلال اليوم بكرة، وإحنا بنوفر هاي الخدمة مقابل $25. مقابل $25 راح يكون عندك حساب برايم لمدة 6 أشهر. أنت إذا بدك تشترك في حساب برايم، إذا بتشترك بحساب برايم من خلال موقع الأمازون راح تدفع $99 بالسنة، إحنا بنوفره $50 بالسنة، هيك أنت بتوفر حالك $40. زي ما قلت لك حساب برايم لما تشترك فيه أوقات الشحن راح تكون سريعة جدا. كل مشتري أمريكي اللي راح يشتري منك خلال بين 2-3 أيام راح يكون المنتج عنده بالدار. وكمان أسعار شحن مش راح يكون أسعار شحن، غالبية المنتجات اللي معرف برايم ما راح يكون لإلها أي سعر شحن. فانتبه، مهم جدا يكون لعندك بحسابك الأمازون يكون معرف كحساب برايم ستودنت. بتمنى أنك استفدت ياسر من الجواب. إيمان، في منتجات المونيتور بعرف يو بي سي مختلف عن نفس المنتج بالإيباي، ممكن تفيدنا أكثر؟ إمام، طبعا المنتجات المونيتور لما يعرف اليو بي سي هو بأخذها من الأمازون. هسا ممكن بالأمازون لما أخذ اليو بي سي الخاص للمنتج، ممكن بهاي الحالات وانت بتصير لما يكون بصفحة الأمازون في عدة منتجات، صفحة الفارييشن بسموها، اللي هو منتج متعدد الصفات. فإذا المنتج متعدد الصفات الأمازون بأخذ واحد من اليو بي سي اللي معرف في الصفحة، لأنه راح يكون معرف هناك عدة أرقام يو بي سي، هو بعرف بأخذ واحد
امرار هو باخذ اليو بي سي الصح للمنتج، ها امرار لا. فبدك تنتبه لهذا الاشي، بصير بس في صفحات اللي هي متعددة الصفات. هاي هي الحالة الوحيدة اللي بعرفها بخصوص اختلاف اليو بي سي في المونيتور. ياسر، بطاقات الجيفت كارد متوفرة وما أسعارها؟ بطاقات الجيفت كارد ياسر بتقدر تشتريها من عدة مواقع. في مواقع اللي بتوفر تشتري منها الجيفت كارد، في عندك موقع اللي اسمه mygiftsupply.com، وفي عندك موقع اسمه triplemars.com. هذول حسب رأيي هن المواقع اللي بتقدر تشتري فيهن بأمان، مواقع موثوق منها. هن هذول اللي بعرفهن. الأسعار تقدر تفوت على الموقع وتشوف الأسعار اللي موجودة في الموقع. فtriplemars.com ومygiftsupply.com. تعال نشوف تعليقات أخرى. فداء، مرحبا فداء، شو الأخبار؟ احنا بنشتري بس منتجات برايم، واذا لا بدنا ندفع شحن. طبعا فداء، اذا المنتج او الحساب، طبعا اذا المنتج احنا بنتعامل بس مع منتجات برايم، لما نعمل دروب شيبينج احنا بنشتري بس منتجات اللي هي معرفة برايم. منتج برايم معناها منتج اللي موجود في مخازن الامازون، الامازون هو اللي بيغلف في المنتج، هو اللي بيشحن المنتج. عشان هيك بنشوف اوقات الشحن بتكون سريعة جدا، بين يومين لثلاث ايام بتواصل المنتج للمشتري. واذا لا، اذا المنتج بكاش معرف برايم، معناها انه التاجر نفسه هو اللي بغلف المنتج وهو اللي بيشحنه، وعادة اوقات الشحن بتكون طويلة جدا، بين 10 ل 14 يوم. فانتبهوا انه لما نتعامل مع دروب شيبينج من الامازون منتجات بس برايم، نتعاملش مع منتجات اللي هي مش معرفة كبرايم. منتجات اللي هي مش معرفة كبرايم هي منتجات للتجار اللي بتعريفهم بالامازون FBM، Fulfillment by Merchant. وزي ما ذكرت انه هذول التجار اللي بيشحنوا المنتجات، يعني ببيعوا وبيشحنوا المنتجات وبغلفوا المنتجات بنفسهم، بخلوش الامازون يعملوا اي اشي بخصوص مبيعات المنتج. اتمنى انك استفدت في ده. خلينا نشوف تعليقات ثانية. بالنسبة للدروب شيبينج، اي موقع افضل البدء في المبتدئين؟ رياض، زي ما شرحت وقلت، الدروب شيبينج للمبتدئين انا دائما بنصح الامازون، لانه امن اشي، اسرع اشي، الكاستمر سيرفيس اللي فيه، اذا في عندك اي مشكلة خدمة الزبائن في الموقع سريعة جدا، تقدر تتواصل مع الموقع وتتفاهم معهم بطريقة سهلة جدا. وكمان اذا في عندك اي عملية طلبية ارجاع او اي مشكلة معينة تقدر تحلها في دقائق معدودة دون اي تتواصل مع، يعني في كثير عمليات دون ما اي لزوم لا تتواصل مع خدمة الزبائن للامازون، من خلال حسابك الشخصي بتعمل كل هذول العمليات. فدائما انا بنصح انكم تبلشوا مع موقع امازون. هنشوف تعليقات ثانية. ياسر، ممكن تكتب المواقع؟ فيش مشكلة ياسر، كمان شوية سأكتب لكم المواقع بخصوص الـ بخصوص الجيفت كارد. هسا بنسخ لك اسماء المواقع. زي ما قلت، الموقع الاول mygiftsupply.com اللي هو هذا الموقع. الموقع الثاني اللي هو Triple Mars. الموقع الثاني اللي هو triplemars.com، اللي في عندك الإمكانية كمان تشتري منه gift cards. هذول هن الموقعين الرئيسيات.
طبعا اذا في مواقع ثانية وحابين تشاركوني فيها مفيش اي مشكلة. اذا واحد في عنده خبرة او تجربة من موقع ثاني واستفاد منه وعنده اسعار احسن، مفيش اي مشكلة، بيقدر يشاركنا في هذا الفيديو والاشخاص الاخرين يستفيدوا منهم. عفوا ياسر. رياض، في اخبار تم تداول بكل الايبي سوف يوقف التعامل في موقع الامازون بالنسبه للدروب شيبينج. فيش اي صحه كلام من هذا الحكي، هذا حكي فارغ، فيش اي صحه من هذا الحكي. انا بشتغل مع موقع الامازون وبعمل منه دروب شيبينج تقريبا 6 سنوات، بين 6 ل 7 سنوات. فيش اي مشكله. زي ما قلت لكم، المجال هنا بدكم تتعلموه بطريقه صح. اذا بتتعلموه بطريقه مبتدئه وبتبدوا تتعلم بتبدوا تشتغلوا بمجال الدروب شيبينج غلط، طوال الايبي بيسكر الحساب وبيعمل مشاكل. الايبي بيسكر حسابات لتجار اللي بيعملوا مشاكل، ممكن انهم ببيعوا المنتج وطواله بيلغوا البيعه بسبب انه مثلا ما عملوش اي رقابه على الصفحه. لانه في كثير تجار بشوفهم، وكثير بالعالم العربي بالاخص، اللي بشوفهم منهم بيشتغلوا بيعملوا دروب شيبينج من الامازون بس بيشتغلوش مع اي روبوت اللي يراقب الصفحه او يراقب الكميه للمنتج. فهيك هم بيبيعوا المنتج من دون اي رقابه. لما يبيعوا المنتج ممكن انه السعر عليه فبيضطر انه يلغي البيعه، او انه باع المنتج وشاف انه الكميه خلصت فبيضطر انه يلغي البيعه. فانتبهوا بخصوص هذا المجال، لازم تتعلموه بطريقه صح. ياسر يبني كمان مونيتور او روبوت ممتاز جدا. احنا عاده في الاكاديميه بنعلم عن اوتو دي اس او عن دي اس ام تول، واحد من الثنتين. كمان خلال هاي السنه راح اعمل فيديوهات طبعا للاشخاص المشتركين في الدورات، فيديوهات عن مونيتور اللي اسمه سيلز فريك. في ملان روبوتات اللي بتشتغل في هذا المجال، بس اوتو دي اس حسب رايي من احسن المونيتورين. يبلي كمان ممتاز. شادي بيقول امازون بدها تلغي التعامل مع شوب ماستر. الصراحة شادي أنا بتعاملش مع الشوب ماستر، لأني بآمن إذا في برنامج اللي بوفر خدمة ببلاش راح يكون في مشاكل بالآخر. هيك معتقداتي. أنا بحب أدفع، صحيح إنه هذا إشي غريب، بس بحب أدفع مقابل الخدمات اللي أنا بستعملها من أي برنامج. ف دائما بعتقد إنه برامج اللي بتقدم خدمات بشكل مجاني راح يكون بالآخر مشكلة. فعشان هيك انا ما اشتغلتش معها، ما فيش عندي اي تجربة بخصوص الشوب ماستر. بس شكرا على المعلومة شادي، ما كنتش اعرف هذا الاشي. دائما بكنت اسمع عن الشوب ماستر بس ولا مرة جربتها ولا مرة اتعاملت معها. لانه اخر مرة بخصوص الروبوتات والمونيتورين، في كثير مونيتورين بالسوق، كل شخص بيختار المونيتور المريح لإله. انا تعاملت مع تقريبا 5 مونيتورين وبالاخر تريحت كثير للاوتو دي اس. كمان صاحب المونيتور والروبوت هذا انا بعلاقه مليحه معاه ودائما بتواصل معاه، حتى دائما بنلتقي مع بعض. فيش اي تعليقات ثانية. شايف شادي الشوب ماستر اول 400 منتج مجاني. شادي كمان انا لما الشخص اللي بده يشترك بالاوتو ديس احنا بنعطيه اول 300 منتج بعلهم على المونيتور مجاني. فكل شخص بيشوف اللي مناسب لإله. حدا في عنده أسئلة ثانية بقدر أساعده؟ زي ما قلت لكم، كثير بدي أنبهكم بخصوص
الداتا سيكيورتي بخصوص اختراق الحسابات، دائما انتبهوا للايميلات اللي بيجوكم على بريدكم الالكتروني، اعرفوا ميزوا. وزي ما قلت لكم في بالدورة فيديو اللي بيعلمكم كيف تميزوا بين ايميل لهاكر، ايميل لشخص اللي بده يخترق الحساب، وبين ايميل لرسمي من الايميل. كمان بخصوص، في عندي كمان تعليق، كمان معلومة بدي اقول لكم اياها بخصوص الاشخاص اللي بدهم يشتغلوا على حساب واحد وبدهم كمان يشحنوا من البلاد، كمان يشتغلوا دروب شيبينج على نفس الحساب. كمان كثير بنصح انكم تعملوا هاي العملية. ليش؟ لانه منه انتم كمان بتفرجوا انكم تشحنوا منتجات من البلاد، ومنه كمان ناحية ثانية انتم كمان تشتغلوا دروب شيبينج من الامازون او من اي موقع كان. فمهم جدا لما تشتغلوا بالطريقتين على نفس الحساب، لما تعرفوا بوثائق العمل البيزنس بوليسي بتقدروا تفوتوا على بالدورة الدروب شيبينج من الامازون. هسه بقول لكم اي فصل دورة، طبعا لكل المشتركين في الدورات بالفصل التاسع الفيديو الثالث اعداد وثائق العمل البيزنس بوليسي. لما تعرفوا وثائق العمل راح تعرفوا وثيقتين شحن. احنا بنقول انه البيزنس بوليسي هي ثلاث اقسام، في عندكم شيبينج بوليسي، عندكم ريتيرن بوليسي، والبيمنت بوليسي. عادة البيمنت بوليسي والريتيرن بوليسي وثائق الدفع وثائق الارجاع هن وثائق ثابتة ما بتتغير، لأن وثيقة الدفع هي بيبر وهي راح تكون أساسية لطريقتين العمل، وثائق الإرجاع كمان بشكل عام راح تكون ثابتة، فوثيقة الشحن هي اللي راح تتغير. فأنتوا راح تعرفوا وثيقتين عمل، الوثيقة الأولى اللي هي راح تكون الوثيقة الملائمة للموقع اللي بتشتغلوا معاه وبتعملوا منه دروب شيبينج. طبعا إذا مثلا الموقع أمازون بدكم تعرفوا وثيقة شحن سريعة، وثيقة شحن أو خدمة شحن اللي هي موجودة داخل أمريكا بين 1 لـ5 أيام أو 6 أيام. وكمان بدكم تعرفوا وثيقة شحن ثانية غير عن هاي الوثيقة اللي تكون ملائمة للشحن المحلي من فلسطين من هون. فهناك دائما زي ما قلت لكم بتعرفوا ايكونومي شيبينج فروم اوتسايد يو اس من 11 ل 23 يوم، اللي هو البريد المسجل دو الرسوم. هذا هو خدمة الشحن المناسبة لدو الرسوم. فدائما انتبهوا اذا بدكم تعملوا بالطريقتين شحن محلي ودروب شيبينج نفس الحساب بدكم تعرفوا وثيقتين شحن. ولما تيجوا تعملوا بشكل يدوي للمنتج المحلي بتعرفوا بالشيبينج بوليسي وثيقة الشحن اللي سميتوها اللي هي وثيقة شحن محلية حسب الخدمة ايكونومي شيبينج فروم اوتسايد يو اس من 11 ل 23 يوم. ولما تعملوا منتج من المونيتور بتعرفوا وثيقة الشحن السريعة اللي هي ملائمة للموقع اللي بتشتغلوا معاه وبتعملوا منه دروب شيبينج. فكثير سألوني بخصوص هذا المجال اللي بده يعمل بالطريقتين، فهاي هي الطريقة المناسبة. رياض، ما هو أفضل برنامج لإدراج المنتجات من أمازون بديلا عن الشوب ماستر؟ الشادي بجاوبك، في عندك البرايس ياك مونيتور كثير مريح وفي دعم باللغة العربية. تسلم شادي على هاي المعلومة، بعرف شنو البرايس ياك، في عنده دعم بالعربية. في عندك البرايس ياك، أنا شخصيا ما استعملتش البرايس ياك، ما بعرف إنه في مونيتور اللي هو اسمه برايس ياك، بس ما أو برنامج اسمه برايس ياك، أنا ولا مرة تعملت فيه. أنا بتعامل مع برنامج اللي اسمه أوتو دي اس، وفي كمان برنامج اللي اسمه دي اس ام تول، بس أنا نصيحتي إنك تستعمل أوتو دي اس. البرنامج سهل، كل إشي واضح في البرنامج، الأسعار كمان نسبيا مش عالية. برايس ياك إذا مش غلطان السعر فيه عالي، من تجربتي الأخيرة في برايس ياك أو من فحصي للبرنامج في الفترة الأخيرة كان السعر عالي. أوتو دي اس أرخص، فبنصحك في أوتو دي اس، هذا هو اسم البرنامج أوتو دي اس تول.
كمان كتبت لك اياها، خليك تشوفه. تعال نشوف تعليقات ثانية. شكرا رياض، شكرا، وزي ما قلت لك اهلا وسهلا بك في صفحة الأكاديمية. نشوف احمد عامر، مرحبا استاذ، انا حابب اسلك في الدورات، وانا بفضل الدورات المباشره لكن ظروفي لا تسمح بحضور هذا النوعية من الدورات، فهل الدورات الاونلاين مفيده كالدورات العاديه؟ احمد، انا بعرف انه في كثير بالعالم العربي اللي غير متفائلين من الدورات الاونلاين، ولكن الدورات او المحتوى اللي بنعلمه بدورات الاونلاين هو نفسه اللي موجود في الدورات المباشره. فيش اي فرق بين دورات اونلاين لبين دورات مباشره، حتى العكس هو صحيح. بدورات الاونلاين احنا بنعطي اكثر محتوى، لانه احنا بنعطي كلياتنا، في عنا الوقت الوفير، في عنا الامكانيات الكثيره انه نعلن اكثر محتوى في دورات الاونلاين. وزي ما انت شايف احنا في الاكاديميه عنا بين كل فتره وفتره بعمل فيسبوك لايف لكل المشتركين في الدورات، لأشوف عندهم أي مشاكل كانت. كمان في عنا مجموعة الدعم، عدا عن البث المباشر والبث الحي اللي بنعمله هون، بين كل فترة وفترة في عندي مجموعة الدعم، إذا بتصادفك أي مشكلة كانت خلال تعلمك المجال أو العمل بالمجال بتقدر تسألها هناك. في عنا موظفات ثنتين اللي بس بجاوبين على أسئلتكم في المجموعة. أنا بعرف أنكم دائماً الأشخاص عادةً النسبة الكبيرة بتفضل دورات مباشرة، بس زي ما قلت لكم فيش أي فرق بين دورات مباشرة ودورات أونلاين، وحتى في أكثر محتوى في دورات الأونلاين. أنا بعطي دائماً أكثر محتوى لأنه في عندي الإمكانية أني أخزن الفيديوهات في الدورات وأنتوا تستفيدوا أكثر، وبين كل فترة وفترة أي تحديث بصير انا كمان بغير الفيديوهات اللي موجودة في الدورات. فبتمنى انك استفدت احمد وتنضم لنا، شكرا لك. تعال نشوف تعليقات ثانية. رياض بيقول انا شغال بالطريقتين، وبعت 33 منتج من البيع. حلو. إيمان بتقول المبيعات بهذه الفترة أقل من السابق، شو نصائحك؟ إيمان أنا بنصحك إنك ترجع على الصفحات، تغيري مصطلحات في العنوان، ممكن إنك تضيفي مصطلحات جديدة، تمحي مصطلحات عتيقة. الإيمان بحب يشوف الأشخاص التجار إنهم مهتمين بصفحات المبيعات، مش بس يعلنوا صفحات ويعلنوا 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 وما يهتموش بصفحاتهم. فغير بالعناوين، غير مصطلحات، ضيف مصطلحات ثانية. إذا أنت بتشتغل مع أوتو دي اس تقدر تشوفي أنني أكثر صفحات مبيعات، وكمان بفرجيها هاي بفيديوهات الدورات، تقدر تشوفي أنني أكثر صفحات مبيعات اللي هن شغالات أو بنتجن أكثر مبيعات لإلك، بتقدر تحسنهن اكثر. كمان نصيحة بدي اقول لكم اياها ايمان، اذا في عندك قلة مبيعات بدي افرجيكم موقع اللي اسمه فايفر. بعرف انه في عدة تجار وعدة اشخاص اللي كمان بيشاهدوا البث وبيعرفوا هذا الموقع. بدي انتكن على الحاسوب على الشاشة سكرين شوت، انتبهوا، بدي تكتبوا على الحاسوب عندكم، تكتبوا الرابط هذا. دقيقة اعطيكم اياه. هسه بكتب لكم اياه، في عندي مشكلة هين اليوم منحس الحاسوب تاعي. ولكن في موقع اسمه فايبر اللي بيقدم عدة خدمات ممتازة جدا لرفع او زياده عدد المبيعات الخاصه لكم. فانتبهوا، هون كتبت فايفر اي بي، بس بحثت عن الاي بي. للي بيعرف شو معناه، شو هذا الموقع فايفر. فايفر هو اكبر موقع بالعالم لتوفير خدمات بالانترنت. كل خدمه اللي بتم عملها في الانترنت
ممكن انها تتوفر بالفايفر. نفترض اذا بدي اترجم 1000 كلمة من الانجليزي للعربي $5، والشخص بدفع للشخص $5 وهو بوفر لي الخدمة. ليش اسم الموقع فايفر؟ من $5. غالبية الخدمات بتبدأ من $5 وفي اسعار اغلى. كل خدمة او كل خدمة معينة اللي انتم معنيين فيها انكم شخص يعملكم اياها بتقدروا تشتروها بالفايفر، وهون هم بيعملوا لكم اياها. فانتبهوا، في عندكم خدمات I will promote your Etsy or eBay store using Pinterest. اذا بدكم تقدموا صفحات مبيعاتكم في موقع التواصل الاجتماعي اللي اسمه Pinterest. Pinterest مثلا من اكبر المواقع التواصل الاجتماعي في امريكا، كثير امريكانيين بيكونوا موجودين هناك. تخيلوا ممكن هاي الشخص او هاي الشخصية انها عندها اشياء مميزة في البينترست، ممكن انها توفر لنا تحط صفحة مبيعاتنا في البينترست عندها. يمكن في عندها هناك اشخاص اللي بتابعوها، كمية كبيرة من الاشخاص اللي بتتابعها، وتجيب لنا ترافيك على صفحة مبيعاتنا ويصير يكون عندنا. هذا الشخص انتبهوا، توب ريتد سيلر. دائما احنا بنفضل نتعامل مع توب ريتد سيلر، اشخاص اللي هم تجار مهنيين او بيوفروا خدمات مهنيين في فايفر. I will promote your Amazon, eBay or Etsy store products to a large audience. انتبهوا، بيقدر يكشف صفحة مبيعاتنا في الايباي لاكثر عدد ممكن من الجمهور في امريكا. فانتبهوا، في عندكم هنا اشخاص اللي بيوفروا خدمات، انتبهوا بس $5 بوفرنا هاي الخدمة. انتبهوا، I will off-page CEO your eBay listing and boost sales. اذا بدكم توفروا، يعني بدكم تحسنوا ظهور الصفحة تعيدكم من ناحية الرانكينج، من ناحية تقييم الصفحة في الانترنت، تقدروا تعملوا كمان هيك بوفر هاي الخدمة $5. انتبهوا، الاسعار نسبيا $5 نسبيا هي اسعار متدنية بخصوص هاي الخدمة وراح تساعدكم كثير. فعشان تفوتوا على هاي الخدمات بطوالة، اكتبوا في عندكم في جوجل في الانترنت. هسه بكتب لكم اياها، بس في عندي هن مشكلة بك اشوف، لا مش راضي يكتب. انا بقول ليش هسه، شو عرفت ليش مش راضي يكتب عندي. ففي عندي مشكلة بالحاسوب. اما اكتبوا، فوتوا على fiverr.com واكتبوا هناك بالمربع البحث ايباي، وفر لكم عدة خدمات. هاي احدى الاشياء ايمان اللي بتقدر كمان تتساعد فيها. هاي اشياء اللي كثير بتساعد، انا شخصيا بستعملها وكثير اشخاص بستعملوها. انتبهوا، بالاخر انحلت المشكلة. هذا هو الرابط اللي تفوتوا عليه، خليكم تشوفوا مقدمي الخدمات لمواقع اللي بوفروا كثير ترافيك وكثير اشخاص اللي يفوتوا على صفحات مبيعاتكم. ايباي نقطة جيجز مقتمية، هناك في كثير اشخاص اللي بوفروا هاي الخدمة. فبتمنى اني ساعدتكم، وكثير بتمنى النجاح للأشخاص المشتركين في الدورة في الدورات للأكاديمية، وكمان الأشخاص اللي مشتركين في صفحة الأكاديمية، مش شرط إنهم مشتركين في الدورات. بتمنى نجاح للكل، وإحنا دائما بين كل فترة وفترة بنعمل بث حي لنساعد الأشخاص اللي بدهم يبلشوا في موقع الإيباي أو في مجال التجارة الإلكترونية، مش شرط في موقع الإيباي، كمان في موقع الأمازون. أنا بدي أشوف كثير أشخاص أكثر في العالم العربي كمان بفوتوا على موقع الأمازون وبيبيعوا في موقع الأمازون. موقع الأمازون ممتاز جدا، في كثير إمكانيات، في كثير إمكانيات ربح هناك. وبلاحظ كثير في العالم العربي في عندهم تخوف إنهم يفوتوا على موقع الأمازون، ولكن موقع الأمازون هو موقع ممتاز اللي بتقدروا تربحوا منه كثير كثير مبالغ كبيرة جدا في الموقع. سيد السؤال الأخير، سؤال أخير وهيك إحنا بننهي البث. أحمد، بعرف واحد بدأ جديد على الإيباي وتم إغلاق حسابه مباشرة،
عندما استفسر النبي عن السبب قال له انه وضع اسعار منخفضه عشان دولار. فهل وضع الاسعار المنخفضه يتم الغاء الحساب؟ بدي اسالك احمد، كل الصينيه اللي بيعنوا في الايباي بيعنوا اكل من 10 دولار بكثير، بيعنوا منتجاته ب 0.01 دولار، مش ب 1 دولار، 0.01 دولار. فبدي اسالك سؤال، هل حساباتهم متسكرين او متعلقين؟ فجوابي هو فيش اي صحه من هذا الكلام. ممكن انه ما قراش الرساله صح، انا متاكد انه ما فهمش الرساله او المحتوى للرساله صح. اقرا الرساله صح وراح تشوف انه السبب لاغلاق الحساب راح يكون سبب ثاني، مش عشان انه اعلن منتجات اقل من 10 دولار، هذا شيء اكيد. فدائما انتبهوا بخصوص الاشخاص اللي بيعلقوا حساباتهم، دائما انتبهوا للسبب، دائما راح يكون سبب، وسبب واقع مش سبب اللي هو زي هذا السبب، هذا مش سبب اللي يسكروا حسابات، لانه في كثير تجار اللي بيعنوا منتجات اكل بكثير من 10 دولار، اكل بكثير. طيب وهيك انهينا البث، شكرا لكم، واذا في عندكم اي اسئله ثانيه بتقدر تتواصلوا معنا على صفحتنا بالفيسبوك. للمشتركين بالدورات بتقدروا كمان تسألوا في مجموعة الدعم لنجاوب لنساعدكم ونجاوب على تساؤلاتكم. شكرا لكم، وراح نلقاكم ببث حي.